كوكو البنات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا دوزتوا ان بون ويكاند، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. وصفه اليوم اللي هي وصفه زوينه بزاف ومفيده للوجه ديالنا، كتكون من جوج مكونين اللي هما اللوز مطحون والحليب. كيف كتعرفوا اللوز زوين بزاف، كيحيد ليطاش من الوجه ديالنا، كينقيها من الاوساخ وكيخليها رطبه، وحتى اللي عندها لابو ناشفه بزاف تقدر دير هاد لو ماسك، ما كتخليش ليها القشور اللي كيكون عندنا في الوجه. هاد الوصفه انا كنديرها للبنات مره ولا جوج المرات في السيمانه على حسب واش عندي المكونات موجودين. كيف قلت لكم البنات، طريقه الاستعمال سهله بزاف. كناخذوا جوج معالق من اللوز مطحون اولا ثلاثه، كناخذوا الحليب وكنحاولوا الكميه تكون كثيره بزاف باش يجينا عقد. كيف كتشوفوا معايا خص يكون الماسك ديالنا عقد باش لابو ديالنا تستافد منه. ها هو كيف كتشوفوا، قلنا كناخذوا جوج معالق من اللوز مطحون وكناخذوا الحليب وكنخلطوا، اللي هي طريقه سهله بزاف. وخليكم معايا باش تشوفوا طريقه الاستعمال اللي غنطبقها على الوجه ديالي. البنات الماسك ديالي وجدته كيف كتشوفوا، كيف قلت لكم في الفيديو هذه هي الطريقه كيفاش كنابليكيو على وجهنا بحال بهذه الطريقه، وكنديروه ماسك اللي رائع بزاف وغتحسوا بالانتعاش ديالو ملي غتغسلوه. كيف كتعرفوا اللوز عنده فوائد كثيره بزاف، وحتى الحب الشباب زوين وكيحيد الحبوبات الصغار، دوك الحبيبات اللي كيكونوا نايضين لينا. واللي عندها البشره ديالها جافه بزاف تقدر ديرها، بالاخص البنات اللي كيديروا الفون دو تان كل نهار، يديروا الماسك دو فوا بار سيمين باش ما يبقاش ليهم دوك القشور اللي كيكون فوق الفون دو تان. كنديروا بهذه الطريقه بحال هكا، كنابليكيو على وجهنا. ديجا انا درتو وزوين، غتحسوا بالانتعاش. كيف كتشوفوا البنات الماسك انا كملته في وجهي. هاد الوصفه عطيتها للبنات ديالي سوغ لو جروب اللي عندي ديال الوصفات، ودرتها في لاشين ديالي يوتيوب، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم حتى انتو. طريقه سهله بزاف، وكيف قلت لكم نخليوها 15 دقيقه على الوجه ديالنا. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، وما تنساوش الاشتراك باش يطلع لكم الجديد ديال الوصفات ديالي. وشكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.